مدام، شو رأيك تقلبي فنجان القهوة وتخليني أقرأ لك يا؟ صار لي زمان ما بصرت لك. لا شكرا، ما بدي، ما لي خلق بالمرة. دخيلك شو بده يطلع لي بهالفنجان؟ أنا كمان إذا طلقني أورهان هيك بتكون حالتي. لا لا، بعيد الشر، الله لا يقدر، لا سمح الله، الله يخلي لي أو ما يحرمني منه. أنا بفتح، كملي شغلك. عكيف؟ مرحبا. بصراحة أنا معي مفتاح، بس قلت برن الجرس مشان ما أزعجك. منيح إنك هيك عملت، هيك أحسن. خير، شو بدك؟ ليش اجيت؟ اجيت اخذ كم غرض وشوية تياب بعد اذنك. طبعا ايه، تفضل. يسلم. ولي شكل الوضع متوتر، الهيئة ما رح يرجعوا يتصالحوا هالمرة. ندخل بالموضوع التاني. قررت مدرستنا تفتح مكتبة حديثة بوحدة من المدارس الموجودة بالقرى النائية. فكرة بتجنن، وأنا ممكن ساعدكن. فعلا فكرة المكتبة ظريفة، وأكيد الأولاد رح يفرحوا فيها. ومشان مصاريف افتتاح هاي المكتبة الجديدة رح نعمل مزاد لأولياء الأمور ونشوف المبلغ اللي رح يتجمع. أستاذ، وشو ناويين تبيعوا بهذا المزاد؟ نحن مالنا ناويين نعمله مزاد تقليدي مثل السنين الماضية. نحن قررنا نضيف عليه قصص من مواهبكن هاي المرة. أي شيء رح تعملوه بدرس الأعمال اليدوية رح ينعرض للبيع بالمزاد. رح ننظم نهار لعرض الشغلات اللي رح تعملوها ونشوف بقديش رح تنباع. أنا أفشل واحد بالأعمال اليدوية. لا تقلقوا أبدا، خلال هاليومين رح ترافقكن الأنسة فيليز بورشة للأعمال اليدوية. خلص هذا الموضوع عندي أستاذ، رح نعمل شغلات حلوة ونجمع مبلغ مرتب. تمام، وأي سؤال أنا موجود بمكتبي. يلا موفقين يا شباب. شكرا. معلش، أعرف شو سر هالعجلة والسرعة عاكف؟ قدرت تزبط أمورك بهالسرعة، برافو عليك، أنا معجبة بقسوتك. هذا الشي اللي أنا عم بعمله هو طلبك. أنت قلتي ما بدك إياني، مشان هيك قعدت ببيتنا التاني وعم زبط أموري وما عم بزعج حدا. إيه تمام، كتير منيح، انحلت المشكلة. يعني بدي أسألك، أنت من إمتى مجهز هداك البيت؟ من إمتى عم تستنى تصير هاي الخناقة مشان تروح عليه وتخلص مني وتعيش حياتك ويفضلك الجو؟ إيه؟ عم تجي تدير بالة عليك؟ قاعدة معك سوزان؟ انتقلت لعندك ولا لسه؟ يعني سكنتوا سوا؟ هم؟ بدي أسألك، لو ما انكشفتوا هديك الليلة لأيمتى كنت ناوي تخبي علي؟ ولأيمتى كنتوا ناويين تستغفلوني؟ لشو كنتوا عم تخططوا؟ كنتوا ناويين تضلوا بالسر؟ طبعاً، لأنه أنت ما بتحب تخسر شي، ما هيك؟ يا عيب شو مالك؟ بس واضح كتير من وضعك هلأ أني أنا اللي كنت غبية. هذا الحكي ما عاد يفيد، بكفي الله يخليكي، مالي خلق اتخانق هلأ. اجيت لأخذ تيابي وما زعجتك بولا كلمة، فتي علي بكل هي الأسئلة، وبعدين بقى هذا الكابوس ما بده يخلص يعني؟ ما رح يخلص عاكف، ما رح يخلص، لأنه جواتي في بركان وبأي لحظة رح ينفجر. يا ضيعان الصبر اللي صبرته عليك والتضحية اللي ضحيتها كرمالك، يا ضيعان كل يوم ضيعته من عمري معك. إذا ندماني على العمر اللي قضيتيه معي، روحي عيشي حياتك براحتك والحق اللي باقي من عمرك بدوني. وإذا بدك أنا جهزت الأوراق، رح نتطلق خلال كم يوم ونخلص من كل هذا الموضوع. لأني أنا تعبت، عم تفهمي؟ ما عاد فيني أتحمل.
أنا زلمة كبير ما عاد أتحمل أتبهدل مثل الأولاد. طفع هالكيل فهمتي؟ تعبت لكان. إيه تعبت. وما عاد تتحمل. استغفر الله. طيب. معناتها خليني ساعدك مشان ما عاد ترجع. يلا بسرعة خذ كل أغراضك. بسرعة ضبهم كلهم مشان ما تكون حبيبة القلب ناطرتك. شو عم بتسوي؟ يلا بسرعة لا تتأخر عليها يلا روح. شوفي لسه ما تخلي بوشي أي غرض لإلك. تفضل تفضل مو هذا هو أكثر قميص بتحبه؟ خده من وشي ما بدي أشوفه. خده البس لإياه مشان وقت تطلع أنت وهديك الحرباية شي مشوار تمسك لإيده. حاجة بقى عليك حاجة تخبصي. طول بالك يا سيد عاكف. خلص مشان الله بعدي عن طريقي. هاي المرة رح تجنني. اسمعي أنا رح أبعث لك عنواني الجديد برسالة تمام مشان تجي. التياب مكومين وبدون غسيل وفي جلي وكوي ميت قصة. طيب ما في مشكلة. يلا بخاطرك. شو كنت عم تقلي له؟ عن جد رح تروحي لعنده؟ وافقتي تروحي تنطفي له البيت؟ بدك تروحي تخدميها لسوزان ومالك خجلانة؟ روقي روقي مو هيك القصة. هو اللي قال لي بده يعني بس أنا ما حكيت. بس أنتي فكري بالموضوع. كيف يعني؟ إذا رحت نظفت له البيت بعرف كل شي عم يصير وبجي بخبرك شو الوضع. طيب عملي شو ما بدك. يعني شو بدك تعرفي لسه؟ انفضحنا وخلاص. شكلي علقت حالي بقصة رح توجع لي رأسي. شو أعمل هلأ؟ الله يستر مو ناقصني. حلوة فكرة المكتبة. ايه فعلا انا حبيتها كتير. تفضلوا. صحة وهنا. بظن انك مخربط والطلب مو قلنا. نحنا ما طلبنا شي بس بصراحة يلي طلب هذا الطلب بيعرفنا منيح وبيعرف شو منحب تماما. لا انا ماني مخربط ابدا. هذا الطلب لألكن ومثل ما قلتي يلي طالب الطلب بيعرف انتو شو بتحبوا وانا بذكائي اعطيتلكن هاي اربع قطع مشان تاكلوا كلكن. صحة وهنا ان شاء الله يعجبوكم. شو في هدول؟ مين اللي طلب؟ اللي مين؟ انا اللي طلبت لكم. مثل ما حكينا الصبح انت لازم تتغذي منيح. هذا التوست إليك. تفضلي. طيب ماشي رح اكل شكرا. بس هي تتغذى نحن مو ضروري. لا ضروري طبعا هدول للكل. يلا تفضلوا. عن جد هالشغل الجديد بيطير العقل وإن شاء الله تقدر تضل فيه على طول. إن شاء الله بتمنى. شو شباب؟ لسه مبارح كنتوا قاعدين مكاننا عم تتقاسموا كاسة الشاي. شو اللي غير أحوالكم فجأة وصرتوا عم تطلبوا أكل؟ ربحتوا لكم شي يا نصيب؟ بس ما تكونوا طلبتون بالدين. إذا هيك قلوا لي أنا بدفع عنكم لأنه ممكن تجدوا الجليات إذا ما دفعتوا بسرعة. ها نحن ما بيهون علينا. والله على الأغلب هيك يصير. ما في غير هيك. التهوا بحالكم وانسونا. اه؟ معلش تلاقوا شي تتسلوا فيه غيرنا؟ وإذا ما لقينا غيركم شو راح يصير يعني؟ يا ريت تقلنا. ممكن تصير مشكلة مثلا؟ راح تصير مشكلة؟ ايه عز الطلب. بعدين معقول نترك واحد مسخرة مثلك وندور على حدا غيرك؟ راس وسد نيعك. لا ترد عليهم وتنزل لمستواهم وعود وانبسط بأكلك. شباب رح أحكيكم بصفتي ممثل عن الطلاب مو بصفتي واحد رفيقكم. بهالمكان المشاكل مو مسموحة. بكل المدرسة ممنوع الخناق بس هون تحديدا هذا الشيء مو مقبول. الطلاب بيجوا لهون لحتى يروقوا ويريحوا راسهم ومشان يسمعوا هاي التفاهة. زودتوها كتير. قمتوا لقى خلينا نطلع. هالمكان ما بينقعد فيه صار عم يلم مستويات كيف ما كان. ايه الحق معك. نطلع أحسن لأنه حركات الشهامة هاي والتمثيل والمبالغة صايرة عم تزعجني. صحي قلت بدي أسألك المنتجات النباتية عم تنباع معك؟ طبعا مرغوبة ومطلوبة كمان. هاي مو نصيحتك؟
إذا هيك معناتها لازم دائما ناخد رأيك بالمشاريع والخطوات الجاية. شكلك بتعرفي كتير منيح الطلاب شو بيحبوا. عن جد لازم ناخد اقتراحاتها بكل خطوة، أنا هيك رأيي. وأنا جاهزة ساعد بأي وقت، كتير بحب هالقصص. معناها اعتبري حالك صرتي مسؤولة البحوث والتطوير، موافقة؟ ايه طبعاً موافقة. اتفقنا لك. اتفقنا. دورا؟ اسمعي، ما بعرف ليش دوروك عم يلفت انتباهي، كتير لطيف ومهضوم. مو مشكلتنا إذا لطيف، أنت أكيد جنيتي. هو عنده رفيقة على علمي. إيه بس شو عجبه بآسيا؟ ما فهمت. عم تقارنيها فيني؟ إيه ما رح تبين قدامي. طيب خلاص ماشي، مثل ما بدك، حطيتيها براسك، عملي اللي بدك يا. إيه وأنت بتعرفيني، إذا حطيت شي براسي. صارت بوشي، أكيد رح تضايقني بشي كلمة. إيه تقول يلي بدها يا بطنشة، شو يعني؟ ما بصدق، أكيد ما شافتني لحتى ما حاكتني. هاريكا، طمنيني شو أخبارك؟ كيف الدراسة؟ كل أمورك تمام؟ إيه كل أموري تمام. أصلاً لساتنا بأول الفصل، ليش عم تسألي؟ بصراحة أنا تفقدت ملفك، لأنه أمك كانت موظفة بشركة أتاكول أمنت لك منحة لهالفصل، بس بتعرفي هي تركت هذا الشغل ومشان هيك ما بظن يطلع لك منحة الفصل الجاي. هيك كملت تمام. يا سلام، ما كان ناقصني غيرك لتكمل معي اليوم. عفواً ما سمعت. لا ما في شي، بتشكرك لأنك عم تخبريني. لا ولو هذا واجبي، يعني بالنتيجة أمك بلا شغل هلأ، وإذا ما لقيت طريقة لتدفع لك قسط المدرسة بظن أنه نحن رح نضطر نعتذر منك، وأنا حبيت ألفت لك نظرك. إيه عن جد شكراً كتير، لفتي لي نظري. يسلموا، عزبتي حالك، والمعلومات يلي حضرتك قلتي لي إياها كنت كتير بحاجتها. يعطيك العافية. الله يعافيك. أكيد بدها تطلع مغرورة ومجنونة مثل أمها. إيه شباب، كاهان هو المساعد والمسؤول عن الورشة، وهو رح يكون هون موجود لحتى يساعد كل الفرق. أي شي بتحتاجوه قولوله عليه. أنسي، كل واحد بيختار التصميم يلي بده يا صاح؟ إيه طبعاً سوسان، كل المواد يلي ممكن تحتاجوها مجهزة وموجودة هون على الطاولة، اختاروا التصميم يلي بدكن ياه. تمام. كل فريق يتفق مع بعضه. كل واحد من الفريق يعمل اللي بده اياه، وبس نخلص منلون بنفس اللون قطع كل فريق، هيك بيكون أحسن. أنا برأيي حدا يتفقد حرارته لأوجان، لأنه ماله بالعادة ما يكون لازق بهاريكا، ليكون مرضان وماله حاسس. أنسي، أنا بشتغل لحالي لأني ما بحب أفرض حالي على أي حدا. لا تقولي هيك، فينا أنا وياك نكون فريق لحالنا، يعني نحنا منكفي وخلصنا. خلينا نختار اللون الأساسي بالأول، بعدين إذا ما بدك نشتغل سوا اشتغلي لحالك. اتفقنا، اختار اللون أمير، لأنه أوجان ضايع ما بيقدر هو يقرر شو اللون، وخصوصي أنه هاي الفترة قراراته ما أنا مستقرة. طيب ما في مشكلة، أنا بختار اللون، بختار الأسود، لون مستقبله لأوجان. هاد رأيي. اللون الأسود. زت لعندي ها؟ ما عم أفهم عليكي، الحكي اللي عم قلك يا حكي علمي وأنا متأكد منه، مو معقولة أي معلومة أنت بدك تقوليها لازم نقبلها، أنا ماني مقتنع. ما في شي علمي بيقول إنه بلوتو مانو كوكب، هو كوكب من مجموعة الكواكب الأقزام. نحن اتفقنا إنه نعمل كواكب المجموعة الشمسية، من وين طلعتي لي بالكواكب الأقزام هلأ؟ أنت شو بتخسر إذا حطيناه هون؟ هيك بيطلع مشروعنا أحلى وبيطلع مميز عن غيره. بس يمكن لأنه حضرتك بحياتك مو سمعان عن الكواكب الأقزام، ما هيك؟ أكيد ما بتعرفون. لا ما بعرفهم. هنن أربعة،
ايه اللي ياهون بلوتو واحد بلوتو اثنين بلوتو ثلاثة بلوتو اربعة صح؟ سيريس هاومية وإيريس بعرفهم ولا لا؟ ها؟ انا مصر نضيف كواكب الاقزام منضيفهم منضيفهم على كيفك منضيفهم شو؟ ما منضيفهم؟ هذا القرار عندكم انا ما دخلني فيه مطولين بهذا النقاش الممتع على هالحاله ما رح نعمل شيء ما حبيت فكره آسيا بصراحه بقيت فكرتك بتلوين الخزامه انت موافقه اذا هاي الفكره عجبتكم اتنيناتكم ما في مشكله اتفقنا انا برايي منعمل اشكال حيوانات بعد ما نختار الحيوانات من ساويه ومنلونها بالوان قويه ايه حبيت الفكره انا موافقه طبعا تمام أي حيوانات رح نختار؟ فيل ممكن وكلب مثلاً شو رأيك بطريق؟ لا بلا يعني مشانك لأني بخاف إذا تضايقتي فجأة تكبيه بالزبالة ما في داعي لإله أنت عندك حساسية من البطاريق حتى أنا برأيي البطريق كتير تافه في زلحفة موافق منيحة الزلحفة أصلاً أنا كتير بحب مشية الزلحفة البطيئة رح تطلع كتير حلوة سوسن إذا فاضي المساء منطلع منشرب قهوة عم تسألني لإلي؟ إيه لإلك يعني ما بعرف تفاجأت ما تخيلت انه نطلع انا وياك قلت لحالي منطلع شي مره ما رح يصير شي اذا ما عندك مانع خلينا نظبطها اذا انا ما عندي مانع يعني اذا انا كنت فاضيه انا وياك منطلع قصدي منطلع نشرب قهوه اذا كنت فاضيه شبك عم تعيدي نفس السؤال بطرق مختلفه ما بدك تجاوبيني يعني بلا بلا تمام موافقه تمام اتفقنا منقعد بشي مكان قريب من بيتك ولا شو؟ ايه تمام موافقة لكان على موعدنا بشوفك الله معك لما يكون في مصاري كل الحياة بتفرق مرحبا أمي أنت مالك منيحة ليش هيك بكيانة ما فيني شي أنا منيحة بس كأني مرشحة شوي مو أكتر مو صح هالحكي شايف عيونك حمر حتى لو حمر ليش لا أبكي أنا ما عم ببكي طيب ماشي على راحتك إجا أبوك اليوم إجا أخذ كل أغراضه يبدو أنه هو مرتاح وحاسم قراره أخذ كل أغراضه وما ترك شيء أبداً وراح بسرعة ما رح أعطي رأيي أنت بتعرفي رأيي بتصرفات أبي من زمان دوروك أنا من هداك اليوم كنت بدي أسألك شو اللي سمعته تماماً هديك الليلة؟ عن شو كانوا عم يحكوا بالضبط؟ متذكر حكيون؟ ايه يعني تقريباً كانت خالة سوزان عم تصرخ وتقله انه كل شي بيناتهم انتهى بهداك اليوم اي يوم قصده؟ ما قالوا؟ بلا ماما قلتلك يوم حادثة امها لآسيا هو المقصود كانت عم تصرخ وتقول له كل شيء انتهى وحتى الحب اللي كان بيناتنا طيب وبعدين شو كمان يعني شو لسه سمعتوا هادي اللي سمعنا لانهم بعد هيك شافونا وما عاد حكوا شيء
بفهم منك إنه كل حديثهم كان عن الماضي؟ يعني أنت ما سمعتهم عم يحكوا أي شيء بيدل على إنهم بيحبوا بعض، ما هيك؟ لا، ما سمعت. كانوا عم يحكوا عن الماضي وبس. لهيك أنت لا تزعلي حالك كتير. ليكي أنا جوعان وبدي أكل لقمتين، شو رأيك تاكلي معي؟ لا حبيبي شكرا، صحة. يا الله أنا شو عملت؟ قلعت الزلمة من البيت كرمال شي بعرفه أساسا. بلحظة جنان دمرت كل شي. دخيل الله قديشك صغير وحلو. تعال عندي، تعال تعال بابا، تعال تعال عود هون. لو بشوفك العالم تعرف قديش رح يحبك؟ لك خليه يشوفك. طبعا خليه يشوفك. ليك عندي فكرة ممتازة، استنى علي. قبل النوم خلينا نتسلى ونضحك شوي. برأيي كتير حلو هيك. حلو، خليني حمل الصورة. شو هالحكي هاد؟ شو هالمسخرة؟ شو هالحظ هاد؟ خلص النيت هلا؟ هاي كمان موراك زيك أخي. شو نعمل؟ أها، طلعت الرسالة من البنك. رح أجنه أنا ناطر رسالة سوزان من الصبح وبالأخير بتطلع رسالة من البنك. أنا بدي سوزان، سوزان. وبعدين بقى بدي اقول لك شغله بس ما تعصب. قول. هالمره انت جدي بقرار الانفصال؟ ايه جدي كتير طبعا. لكن شو لو ما كنت جدي، ليش لأترك البيت واجي عيش معك مثل عيشه الطلاب واكل هذا الاكل المفرز؟ ما بعرف، بس اخر فتره كنت حاسس علاقتكم منيحه، قلت بركي عم تعمل تكتيكات وبعدين بترجع. ما عاد بدي اعمل لا تكتيكات ولا حركات، بدي صير مباشر دج 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 وخلص. خلص انا مليت وداخلي. بعدين صفنت وفكرت إنه الواحد بيعيش الحياة مرة واحدة، ما عاد بدي مثل. أنا بس بدي حب، أنا بدي أعيش مثل أي حدا بالعالم، حب وإن حب مو أكتر. بس الظروف كلها عم تجي ضدي، شو أعمل؟ بسيطة بابا، طول بالك إلا ما تزبط. إيه لازم تزبط. خالة سوزان ما عم ترد على رسائلك؟ ما عم ترد، راح تجنني. صرت بعت لها 100 رسالة. يعني طول بالك شوي بابا، لا تضغط عليها. كتير صعب، مو بإيدي، ما عم بقدر طول بالي. في مشاعر جواتي بدها تنفجر وتطلع وناطرة الفرصة. بدي أعيش قصة حب مجنونة، قصة حب يحكي فيها العالم. كيف عم تقلي إهدى؟ أنا ما بتزبط معي حركات التقل أبداً، بس حب ما عاد شوف قدامي بالمرة. بدي أسألك، أنتو هالجيل من وين مخترعي لي حركات التقل هاي؟ كل طريقتكم الجديدة بالحب أنا ما عم بستوعبها. خليني فهمك وأعطيك مثال. دوروك حابب البنت وطاير عقله فيها، ما في غير بيتخانقوا وبيرجعوا بيتصالحوا وبيتخانقوا. فهمني كيف كل مرة بيقدر يرجع يصالحها؟ ليك دوروك جرب كل الطرق، هو عنده خبرة. مثلا أعطيك طريقة لتلفت نظر؟ أعطيني.
هالأيام ما في حدا ما بيهتم بمواقع التواصل الاجتماعي. الحل اللي رح أعطيك يا بده قوة قلب. يعني إلك يا بتسجل غنية وبتشير لها لخالة سوزان وهي بتشوفها مثل ما من زمان كنتوا تهدوا أغاني. غنية؟ أصلاً الغنى ملعبي، هذا ملعبي، كيف ما خطر لي من قبل؟ أنا أصلاً كان المفروض كون مطرب عالمي لو ما كنت رجل أعمال. لو ما التهيت بالشغل كنت هلأ أشهر مطرب بالبلد، وألبوماتي كلها عم تنباع بالملايين كمان. المشكلة الوحيدة بنشر الغنية. ليش؟ ما بقدر بتشوفها نبهات، مو بس نبهات، والعالم اللي بعرفهم هيك بصير مسخرة. يا ترى ما في شي طريقة أبعت الغنية بس لسوزان؟ بلا، في بابا، فيك تبعت لياها. إيه، أول شي منصور الفيديو ومنبعت لها رسالة لإلها، هي اللي بتشوفه. تمام، كتير منيح، محلولة معناتها. هلأ منقلنا شي غنية حزينة بتدرب عليها وبغنيها وأنا متأثر، وأنت بتصورني بطريقة ظابطة، ومنبعت لها الفيديو لسوزان وبتنحل كل المشكلة بلحظة. إذا هادي اللي بدك يا تكرم عينك بصورك ماشي، رح تنحل. هي مجرد ما فتحت الفيديو وشافتني عم غني قلبها رح ينط من محله. أنا متأكد، خليني جرب شي غنية. يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا عيوني سوزان يا سوزي سوزان يا سوزي سوزان يا سوزي كل شي بيرخص كرمال عيونك. الله، فنان معلم. نعيماً عمار، كتير لبت لك هالحلاقة. ايه والله عجبتني، سلم ايديك، بيبين وشي بعد هيك حلاقة. ألو، كيفك عمار؟ بعد المدرسة رجعت أنا وأبك وجبت أمل كمان. أنت وينك لهلأ ما بينت؟ كان عندي شغلة ورحت لأعملها فوراً. بس أنت مو أكل ولا لقمة، رايح الشغل بلا أكل؟ خلص هلأ وأنا عم بشتغل باكل شي شغلة بدبر حالي. طيب مثل ما بدك، أهم شي تدير بالك على حالك. وأنتي كمان آسيا. ما بعرف ليش ما قلت لها الحقيقة. قلي شو عندك، طالع مشوار مع رفقاتك؟ طالع شوف رفيقتي أول شي وبعدين على الشغل. مو عاد رفيقتك؟ ايه والله. ايه لحظة لكان، استنى بدي احط لك شغله مرتبه. اسمع، هاي الريحه بيموتوا عليها البنات. ليش شو هالريحه بقى؟ رح يطير عقلها فيها. بصراحه انت مالك بحاجه لا عطر ولا شيء، شب حليوه ومثل الورده ما شاء الله. تسلم لي، هذا من ذوقك. اوه شو هالريحه الحلوه، يسلم ايديك على هالحلاقه، غير شكل، صار لي زمان ما شفت وشي. ايه هون منيح؟ لا هون مو ظابطه. طيب تعا معي لقلك، تعا تعا نجرب هون، جرب من عندك هلا. منيح؟ لا بابا، لانه هون الاضاءه كتير سيئه. بتجرب بهديك الزاويه؟ ايه ما عندي مشكله، تعا خلينا نجرب. شو هاد؟ كيف بدك تصورني قدام الشيمينيه وهو مطفي؟ هي مو ظابطة. لا ما اقتنعت. ايه وقف وقف، لقيتها، تعا تعا لقلك. يلا تعا شوف لي كيف الإضاءة منيحة؟ كتير منيحة. تمام، شو بدي لك؟ حط لي مؤثرات مثل الأبيض والأسود مثلا، هيك ببين الفيديو إنه رومانسي أكتر. ايه؟ هلأ خلينا نصور وبعدين بعمل لك شو ما بدك. أنت جاهز؟ يلا نبلش، عدلي. واحد اثنين ثلاثة أكشن. روحي بحبك أنا، عيشني بالهنا، أنا بعشاءك أنا، بغيابك ندم، بغيابك ندم، بغيابك ندم، بغيابك أنا بموت وبنفنى، لا تتركني يا روحي بدي عيش الهنا، مسكني بإيدك لنطير ونقلد العصافير، يطيروا سوا فوق السما ويبنوا عشهم الصغير،
مسكني بإيدك لنطير ونقلد العصافير، يطيروا سوا فوق السما ويبنوا عشهم الصغير. أهلا وسهلا. أهلين عمر. شو هالعطر هاد؟ عن جد حلو كتير. هذا عطر الخزامة، هذا اسمه عطر الفقير. ريحته بتجني. شكرا كتير. ما تأخرت عليك كتير مو هيك؟ أنا طلعت فورا أول ما بعدت لي. لا عادي، أنا من شوي وصلت. أي منيح. حسيت المحل ظريف من برا، بس يعني ما بعرف إذا ما عجبك منغير. لا ممتاز عجبني. هذا المهم. يعني بصراحة حتى لو ما عجبني ما كنت رح قلك، لأني عم بحلم واستنى هي تطلع معك من زمان. لو بتقلي خلينا نقعد على الرصيف نتسلى ونحكي للصبح كنت رح وافق. أنت بتوافقي بس أنا بقبل قعدك على الرصيف بهالبرد؟ طبعا لا. شو جاي على بالك؟ نطلب شي تحلاية مثلا؟ ايه يا ريت، انا بحب الحلو. بعد اذنك ممكن تعطينا المنيو لو سمحت؟ تكرم. شكرا. كأنك مغير شي بشعرك؟ قصو يعني؟ ايه مرقت لعند الحلاق خليته يزبط لي اياهن. مو زبطي؟ لا بالعكس طالع كتير حلو. عيونك الحلوين وانت كمان كتير طالعة حلوة مثل العادة. طبعا هو شو هالدلال؟ اشو هالصفرة اللي غير شكل؟ اه حاسس حالي كأني بالعيد. ايه والله، لانه ما كان عنا شي بالبيت، بس بعد ما جاب عمر الله يرضى عليه حبيت أعمل الأكلات اللي بتحبوها كلكم. يعطيك العافية بابا، حماتك بتحبك. تعال شوف هالأكلات، تعال تفرج. صحيح أمي، ستي كانت تحبه لبابا؟ كانت تحبه كتير، ليش مين بيقدر ما يحب أبوكي؟ كان مدلل عنده وما بيهون عليها زعله. بنتي خدي هدول الخبزات على المطبخ وعملي لي بيضتين بسرعة، كتير جوعان. بدك أعمل لك بيض؟ بابا أي بيض هاد؟ شكلك ما شفت السفرة. أنا قلت إني ما رح حط بتمي أكل أمك عاملته، لهيك لا تعذب حالك. إيه قول لأبوك لكان مثل ما بده لا يأكل. بابا بتقلك راح ما لحقت. قولوا لأبوكم كمان إنه قبضت راتبي الأسبوعي وحطيته هون، ورح أخذ منه بكرة 200 بس، وروح أدفع الدين اللي علي مشان الموبايل ليكون عنده علم. هوهو هيك بدنا نشتغل نحنا مثل الحمام الزاجل؟ شو أعمل لك أنا؟ قولي هالحكي إله، هو اللي ما بده يحكي معي. أمي لا تلعبي دور الضحية قدامنا، أنتي كنتي متذكرة كل شي وعم توجعينا قلبنا وتمثلي علينا كل الوقت وقت كنتي هون، لا تفكرينا نسيانين. فهمت أني غلطانة، حاجة تذكروني. خفت إذا عرف أني متذكرة يقلعني، لهيك ما قلت له. أصلاً أنتو من صف أبوكن ما بدكن يعني بهالبيت، أنا ما حدا بده يعني. لا أمي، مين قال ما بدنا ياكي؟ نحنا ما قلنا علاقة. معناتها حاجة تضغطوا علي؟ حاولوا تصالحوني مع أبوكم أحسن ما يكبر الموضوع. وين الأكل؟ أنا جوعان. أوف يلا. بصراحة من وقت ما طلبت مني نطلع لوقت ما أجيت وأنا ماني مصدقة أنه رح نلتقي. ليش؟ مبين علي ما بوفي بالوعد؟ لا مو هيك الفكرة، هي يعني أنا قصدي بحسك إنه ما عندك أي وقت بحياتك المعجوقة لإلي، هذا قصدي. آه بس أنا حياتي بلشت تتغير وهلأ صار فيني خصص وقت إلي وإلك. عن جد؟ هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي. الحق معك،
حلو هالخبر. طيب ما كان بدي اسألك هالسؤال بس ما عاد اقدر. نحنا هلا نعتبر مرتبطين يعني؟ توقعت هذا السؤال. يعني لازم نسمي علاقتنا هلا؟ لا مو ضروري، مو قصة لازم، بس أنا ما بعرف ليش سألتك. ما بعرف، حابب اتدلل عليكي شوي، ما رح قلك ياها بهالسرعة. شو هالغلاظة؟ كسرتي قلبي من قبل، بدي انتقم. ايه هذا الكسر رح اجبر لك يا اوثق فيني. ما عندي شك بنوب. طيب ماشي، منشوف لك. ايه بتشوف. يا الله. اهلين معلم. مرحبا، شو عم تعمل عمر؟ وينك هلأ؟ أنا مع صديقة لإلي معلم، إلي تفضل. بدك إجي؟ إيه تعال بسرعة تعال، الشباب طالعين على الشغل مشان تطلع معهم. طيب ماشي جاي فورا. شو صار؟ كأنك توترت شوي؟ لا هذا صاحب الشغل، بلشت بشغل جديد، بيخبروني وقت بدون عمال وقال لي إجي فورا. لا تقولها. الحساب بعد إذنك. تكرم. حقك علي، أنا بعرف رح يدقلي من شان الشغل بس ما توقعت بكير. عادي، لا مو مشكلة، بس المرة الجاية بدنا نقعد وقت أطول. طبعا بنقعد وقت أطول، وعد. اتفقنا. شو بدك تعملي؟ ادفع الحساب. الحساب عندي. بس أنا خلص عم قلك عندي. مثل ما بدك. تفضل. شكرا. خلينا نمشي حتى ما أتأخر. تفضل. أستاذ رسول، أنا ماشي إذا ما عاد بدك شي مني. إيه فيكي تروحي، يعطيك العافية، الله معك. الله يعافيك. رسول؟ أهلا وسهلا نبهات. أهلا فيك. بتوقع أنك عرفت لحالك ليش فضلت أني أجي بعد ما راحوا كل الموظفين. ما بدي حدا يشوفني ويقله لعاكف أني كنت هون، معلش مو حابة يعرف أني كنت عندك. وأنا هيك رأيي، هيك أحسن. شو بدي أقلك، على الأغلب أنه أنا وياك غلطنا، قصدي يمكن نحن الاثنين تسرعنا. كيف يعني؟ ما فهمت. هلأ بين سوزان وعاكف كان في علاقة، مظبوط ما بنكر كان في، بس هاي العلاقة انتهت من زمان رسول، يعني أكيد هلأ ما في شي بيناتهم. إذا كان هيك ليش عم يلتقوا بالمصيف؟ والله أنا ما بعرف ليش عم يلتقوا، بس حسب الحكي اللي وصلني كانت سوزان يوميتا عم تصرخ على عاكف، يعني الأجواء اللي بيناتهم ما كانت بتدل على أنه هنن حبيبين. ما بعرف نبهات، كنت متوقع سوزان تكون صريحة معي وتحكي لي عن علاقاتها، إنها تخبي عني هيك علاقة، هذا الشيء مو مقبول بالنسبة لألي. معلش رسول لا تبالغ، يعني حكيك مو منطقي، معقول بدها تقعد تحكي علاقاتها الماضية لكل حدا بتتعرف عليه؟ هي مانا مجبورة، هذا ماضي، واضح أنها كرهانة هذا الماضي وحابة تنسى. لو ما صار اللي صار بهداك اليوم كنت ناوي أعرض عليها الزواج. إيه أنت شو عم تقول يا الله؟ رسول اسمعني، نحن تسرعنا بردة فعلنا وخسرنا الأشخاص اللي منحبهم كتير.
ما بعرف نبهات، يمكن أنا خزلت سوزان من جديد. برأيي إنك تحاول تحاكيها. معلش حاول، عدوا سوا وأحكوا واعتذر منا طبعا. لشوف أنا شو بدي أعمل. عاكف زعله صعب. وجن دندن yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.